أيها الأحبة، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نستمع وإياكم من المصحف المرتل لتلاوة مباركة لفضيلة الشيخ المقرئ أحمد خليل شاهين. القراءة برواية خلف عن حمزة بالسكت العام من طريق الطيبة، أول سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. هذا اللقاء هو اللقاء السابع من لقاءات ديوانية آيات، ومعنا فضيلة المقرئ الشيخ أحمد خليل شاهين، فحياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ معنا. بداية، روح يا ولدي الله يجعل طوب الأرض يحبك، إيش قصة الدعوة هذه شيخنا؟ هذه العبارة ما زلت أذكرها، وهي عبارة غالية وعزيزة علي. قالت لي هذه العبارة يعني أغلى شيء في هذه الحياة، وهي والدتي غفر الله لها وجعل مأواها الجنة. فلقد حركت مشاعري يا شيخ عبد الله، جزاك الله خير. يعني حينما قلت لها يا أمي أريد أن أذهب إلى معهد القراءات، تعلم القراءات وتعلم العلوم، علوم القرآن، فقالت لي يا ولدي أنت حفظت القرآن الآن، فماذا تريد؟ فقلت لها أريد أن أكمل تعليمي، فقلت لها استأذنتها، ثم قلت لها أنت يعني تحزني علي وتدعو علي. قالت لا أدعو عليك بل أدعو لك، اللهم اذهب روح يا ولدي، اللهم اجعل طوب الأرض يحبك. طوب الأرض اللي هو الحجارة يعني، نقول عليها طوب الأرض. فقالت لي هذه العبارة والله ما أنساها، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بها في الدنيا والآخرة. حينما يعني أنا حفظت القرآن، في طبعا في بداية حياتي حفظت القرآن الكريم، في طبعا مثل ما يحصل الآن، نذهب إلى المدارس القرآنية، وعندنا طبعا نقول الكتاب، فكنا نذهب إلى الكتاب في الصباح، في الصباح نذهب إلى المدرسة في أيام الدراسة. فإذا كان في الإجازة، كنا إجازة صيفية، نذهب في الصباح إلى الحلقات، إلى المكتب في الصباح. أيام الدراسة كنا نذهب بعد العصر أحيانا،
وذهبت طبعا أنا في هذه المدة حرصت بعض الأجزاء في أيام الدراسة، ثم جلست مدة حفظت فيها القرآن طبعا. فبعد ما حفظت الحمد لله، كان يعني كنت في المرحلة الابتدائية وجلست عند الشيخ وحفظت القرآن. فحينما حفظت القرآن أتممت يعني ترتيلا تجويدا، كنا نقرأ طبعا بطريقة التجويد، تقرير التجويد لعلني نعرفها إن شاء الله ونديكم يعني نبذة عنها. ثم حينما حفظت القرآن يعني اشتقت إلى أني أكمل القراءات، يعني حفظت برواية حفص عن عاصم فقط. ثم طبعا كان القراء يأتون عندنا ويقرؤون بالقراءات، ف يعني أحببت أني أنا أحفظ القراءات مع علوم أخرى، مع علوم القرآن والعلوم الشرعية. يعني كانت عادة الطلبة الصغار في ذلك الوقت يذهبون للقاهرة لتعلموا. نعم، هو كان عندنا في طبعا معهد في نفس المركز، كان عندنا في معهد ديني على غرار المعهد العلمية، في أي مركز هذا؟ مركز نجح حمادي، لا عفوا شيخ، في أي مدينة أقصد؟ محافظة قنا، قنا. أنتم ولدتم في مدينة قنا؟ في مدينة قنا الصعيد. يعني. نعم، عام كم؟ يمكن 1300، يمكن 71، حدود 71، 17 رمضان أنا أذكر، 71. نعم، يعني مواليد يمكن 52، 1952 ميلادي. القرآني منذ الولادة. إن شاء الله يجعلنا من القرآن. نعم، من كان من المشايخ يأتون إليكم من القاهرة ليقرأوا في الدقيق الصعيد؟ يعني هل في مشايخ مشهورين معروفين؟ والله كان بعض المشايخ، كان الشيخ محمد صديق يأتي، وكان أبوه الشيخ صديق نفسه، الشيخ صديق المشاوي، الشيخ صديق أمين المشاوي اسمه، لأنهم كلهم سبحان الله كانوا حفظة. نعم، وكان والشيخ عبد الباسط كان يأتي، لأن الشيخ عبد الباسط قريب منا يعني من نفس المحافظة، أي لا من قنا، الشيخ عبد الباسط من محافظة قنا، من بلد قريبة منا اسمها أرمنت. هذه أرمنت بيننا بينها يمكن حوالي ما يقرب من 25 كيلو، 30 كيلو. نعم، هذه القرية اللي هو منها الشيخ. الشيخ محمد صديق والشيخ صديق كانوا برضه من محافظة سوهاج، يعني أبعد شوية منا، لكن قريبين يعني يأتون ويقرؤون. وكان المشايخ يأتون برضو، بعضهم يأتي من الشيخ محمود عبد الحاكم برضه من نفس محافظة سوهاج، ترى الشيخ محمود عبد الحاكم قريب من يعني الصعيد خرجت قراء معروفين. إيه، الشيخ محمود عبد الحاكم، الشيخ كذلك الشيخ أحمد الرزيقي من محافظة قنا، أحمد الرزيقي، والشيخ محمود عبد الحاكم، والشيخ باسط، الشيخ محمد صديق، هذول كل الصعيد. فكانوا يأتوا إلينا يقرؤون في ونسمعهم طبعا. وكان يأتي بعض القراء مثل الشيخ محمود الحصري، الشيخ محمود الحصري قابلته في القاهرة أكثر من مرة يعني، لكن بعد ما ذهبت القاهرة بس ما قرأت عليه يعني. فيعني كانوا يأتون ويشجعونا، يقرؤون يعني بالروايات والقراءات، وكانت هذه حافز لنا الواحد يعني. طبعا كان عندنا في المركز نفسه في معهد ديني، لكن ما كانش في معهد القراءات، معهد القراءات لم يكن إلا في عندنا، في كان في معهدان فقط في مصر، في معهد في القاهرة في منطقة اسمها شبرا، وفي معهد آخر في محافظة البحيرة اللي هي محافظة دمنهور. هذان المعهدان فقط في القاهرة كلها، في مصر كلها. فأنا اضطريت أن أذهب إلى القاهرة وأنا يمكن في سن مبكرة لألتحق بالمعهد. أقول شيخنا، المعاهد أو المعهد، المعهدان اللذان ذكرتهما، نعم، لهما طريقة في الدخول يعني، أو هي حسب الشخص يختبر ثم يدخل؟ هل له سن معينة يعني، أقل من المتوسط، بعد الثانوي، جامعي؟ نعم، لا، هو المعهد الحمد لله ما كان ليه سن معين ولا مؤهل معين، كان الشرط في المعهد حفظ القرآن كاملا، لازم يكون حافظ القرآن ويختبر في القرآن
ويختبر في القراءة، وفي كان مثلا في أحيانا في القراءة ممكن في اللغة يشوفوه عنده لغة، مثلا يقرأ جملة ويقولوا مثلا ممكن يشوفوا يعني استيعابه لهذه الجملة اللي يقرأها أو القطعة اللي يقرأها، وممكن يسألوه في الإعراب هذا اسم فعل كذا يعني. طبعا احنا كنا واخدينها في المدارس هذه، فيعني لما أتينا اختبروني في هذا برضو في القرآن كله، ثم اختبرونا في بعض الأشياء اللي هي مثلا نقرأ يقول مثلا هذه اقرأ الجملة هذه، وش هذه الجملة؟ ما كان فيهم مؤهلات يعني، كان وما كان في سن معين يعني، كان في شباب وفي فوق الشباب. عندنا كان زملاء يمكن يعني في الثلاثينات، واحنا كنا يعني في العشرينات لسه يعني في اول العشرينات، وناس عندهم في الثلاثينات والاربعينات معنا، وتلقاهم مدرسين او يعني ممكن احيانا يكونوا يعني متخصصين في امور اخرى يعني. كان معانا الضابط، وكان معانا المحاسب، ومعانا الطبيب والدكتور، كله هذا كله كان يلتحق بمعهد القراءات ويتخرج من يكون عنده علم ويتخرج. لكنكم شيخنا حفظتم القرآن قبل أن تذهبوا إلى هذا المعهد، وقرأتم على بعض المشايخ في قنا. نعم. كيف كانت رحلتكم في حفظ القرآن قبل أن تلتحقوا بالقاهرة في المعهد هناك؟ يعني هل واجهتم صعوبات في الحفظ، أو كانت إنما هي طريقة معروفة من بين الطلاب كلهم، مثل الذهاب إلى المدارس النظامية؟ والله أنا أول من حفظت عليهم في عندي في القرية كانوا ثلاثة من مشايخ. الشيخ الأول اسمه الشيخ يونس، والشيخ الثاني الشيخ محمد أبو شعيب. هذان الشيخان حفظت عليهم يمكن جزء عمة يعني، وأنا صغير يعني في الابتدائي، كان الواحد في الصف الثالث والرابع. ثم بعد يعني التحقت بالشيخ الثالث، وهو الشيخ أحمد سيد كيلاني، كان كفيفا ولكنه حافظا متقنا، وهذا كان يقرأ مع الشيخ صديق والمشايخ يعني، والشيخ محمد إيه نعم رحمهم الله وغفر الله لنا لهم. فهذا ختمت عليه القرآن، وكان بس كان شديدا يعني، وكان في الحفظ وكان يعني متقنا. ومن العجيب هذا الشيخ كان لا يعرف أحكام التجويد يعني، لو نسأل بعدنا طبعا ما غادرت عند القرية وذهبت إلى القاهرة التحقت بمعهد القراءات وقرأت على المشايخ، فطبعا حفظنا تحفة الأطفال اللي هي في التجويد، والمقدمة الجزرية لابن الجزري، تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري سليمان الجمزوري معروفة طبعا، 61 بيت هي في تحفة الأطفال، ولكن هي سميت تحفة الأطفال. الشيخ الجمزوري لما طلب منه هذه، قرأنا سيرته، وله عالم جليل، له الكنز الرحماني في القراءات السابع، وله كتب محررة في كتب القراءات، وعالم جليل، ولكن يقول ألفتها للأطفال مثلي. لما سئل يعني إنك تألف شيء في مؤلف في التجويد، ألف هذه التحفة، يقول له سميتها تحفة الأطفال للأطفال مثلي، كأنه طفل في هذا العلم مع جلالة قدره، طبعا مع تواضعه، بل هو عالم جليل. والمقدمة في الجزرية اللي سمى الجزرية لابن الجزري، طبعا ابن الجزري حجة في القراءات ومعروف. فما حفظتهم أنا وقرأت هذين المتنين، فلما كنت اروح عند الشيخ ما يعرف الحروف الادغام كان ولا الاظهار، ولا يعرف المدود ولا مخارج الحروف، لكنه متقن. سبحان الله، اخذ القران بالتلقي، لا يطرق غنه ولا مد ولا شيء. نعم، التجويد العملي هذا تطبيق ما بعد تطبيق. كان يسالني يقول لي مثلا وش الحكم هذا يا احمد؟ كيف الحكم؟ وش الحكم؟ اقول له يا سيدنا هذه حكم، هذا إظهار، هذا إخلال، هذا مد منفصل، هذا مد متصل. هو ما يعرف العلمي،
نعم، لكنه في العلم سبحان، في العمل سبحان الله كان متقنا جدا، يعني ما تتخيل. نعم كان قريب من البيت يعني، بيته تذهبون إليه؟ نعم انا اذهب اليه مثلا، لا هو كان في نفس القريه لكنه في مكان امشي على رجلي حال يمكن ما يقرب من كيلو او يعني رايح جاي وكذا. والله انا كل يوم كنت اروح اذهب اليه في البيت، واحيانا طبعا اروح له اذهب البيت يقول لي تاتي الي في البيت تقرا، وكان في كتاب نذهب اليه مع الشباب اللي مثلنا، احنا في سن 12 و13 و14 طبعا كنا قربنا نختم، فكنا نذهب الى الكتاب هذا في نفس القريه. طبعا لما خلصت من الشيخ وحفظت القران، اثناء حفظي عند الشيخ كنت لسه ما كملت، ذهبت قالوا لي في شيخ اخر بيحفظ القران في محافظه اخرى، هي محافظة سوهاج تبعد عن عنا، طبعا هذه المدينة القرية سوهاج، هذه القرية اللي كانت في سوهاج اسمها دوار أبو ستيد، هذا دوار أبو ستيد هذا تبع مركز البلية ده، وهذه محافظة سوهاج اللي منها الشيخ محمد الصديق مركز المنشأة. فأذكر أنا ولعل الشباب يستفيدوا من هذا، أنا كان عندي شغف لحب القرآن وأنا صغير، وشغف لا تتخيله يعني إيه كيف الواحد كان حب القرآن. ف طبعا اللي حفظنا القرآن يعني كنا نجد يقولون القرآن، عندنا في الصعيد ناس يحبون القرآن محبة عجيبة ويحترمون القرآن. يعني سبحان الله من العادات، طبعا في عادات نسأل الله سبحانه وتعالى بدأت تنقرض الحمد لله، لما يموت ميت ولا مثلا يأتي بقارئ يقرأ، أحيانا يدخنون، لكن إذا قرأ القرآن كل يطفي السجاير، ما حد الدخان، ما الدخان خبيث معروف، لكن ما في أحد يقدر يسمع القرآن وهو يدخن. تعليم القرآن يقول لك هذا القرآن بيقرأ، في يعني عادات طيبة جدا. فكان من هذا ويحبون القرآن، إذا كان الناس يتكلمون وكذا، إذا قرأ القرآن والشيخ يقرأ ما أحد يتكلم، ما تسمع صوت لحد يتكلم، سواء كان في فرح، أحيانا كانت العادات يعني لو واحد أو في زواج يجيبون قارئ يقرأ في زواج، واحد يتزوج يجيب قارئ يقرأ ويسمع ويسمعهم القرآن. في أحيانا مثلا واحد مثلا في عنده اولاد، موضوع الختان، من الختان الاولاد يسمونها الطهاره عندنا، يجيب قارئ يقرا قران، يعني الناس يحبون القران. هذا كان، فكان يجلون صاحب القران حافظ القران والقارئ، فاحنا من هذا يعني زرع في قلوبنا ان نحب القران ولازم نحفظ ونكون من اهل القران. فاذكر مشيت من شيخ محمد عبد الرحمن البلني، هذا كان في مركز البلينة في دوار بستيت، وقالوا هناك في دوار وفي ناس يحفظون والشيخ موجود. فذهبت، تخيلوا انا ذهبت، كان عمري يمكن 12 سنة، 12 حدود 12 سنة 13، ما شفت 13 سنة. فذهبت من القرية وركبت القطار من نفس المركز، ثم ذهبت إلى المركز الآخر ومركز البني، يعني يبعد يمكن عنا. طبعا ركبت القطار وثم نزلت في المركز، ثم مشيت من المركز إلى هذه القرية، أنا لا أعرف أحد بس إني أعرف أسأل، كنت أسأل في الطريق أين دوار المستهد، يقولون امشي في الطريق هذا. مشيت من الصباح، من الساعة يمكن الساعة 8 صباحا، ما وصلت إلا بعد العصر وانا ماشي على رجلي، يعني يمكن قرابة ال 15 كيلو، ما يقرب من 15 20 كيلو، وانا انا ماشي في الطريق واسال اروح للشيخ ده كيف انا اوصل له، وفعلا وصلت بعد العصر. بعض الشباب الان الحلقة عنده كذا يقول لك ده الشيخ ده بعيد، ولذلك انا لما يجيني واحد الان يقرا علي، انا بقرا يعني عندي جامع الحسين ابن علي اللي هو 8 مخرج 28، اقول له، يقول لي انا جاي لك من مثلا من الشفا، ولا جاي من العزازية، ولا جاي من
أنا جاي مثلا من الشمال. لا يقول من الشمال، من الصحافة، ولا من ال... ولا من ال... أي، ولا من الشرق الرياض. يجيني مثلا من جبيلة، أقول له شوف شوف لك أي واحد جمال، أنا عارفه مش هيكمل، بعضهم يجي ما يكمل. هذا من ال... للأسف الشديد من النعم الدائمة، والناس يعني ما أحس بال، يعني ما أحس بقيمة القرآن والعلم. أنا ما جيت، أقول لكم ما جيت من الصباح، والله يمكن ما مشيت، ما وصلت إلا بعد العصر وأنا ماشي على رجلي. وسبحان الله، يعني ما يعني الحمد لله إلى أن وصلت. فهذه كانت يعني أطول مسافة مشيتها ورحت للشيخ. لكن المشايخ الثلاثة كانوا عندي في القرية، نعم، ثم رجعت ثاني إلى القرية وكملت على الشيخ. جلست مدة طبعا ورجعت مرة أخرى قبل أن أسافر إلى القاهرة طبعا، وأكمل يعني أكمل رحلتي التعليمية في الأزهر. نعم. ثم ذهبتم إلى الأزهر وتخرجتم من الأزهر بمعنى نعم الكلمة. نعم إيه طبعا بعد جلست في البلد طبعا، كنت بصلي، ختمت أنا وكان عندي يمكن 16 17 سنة، والشيخ علمني التجويد وعلمني الترتيل، وكنت أقرأ الشيخ أحمد سيد كيلاني غفر الله له، وأصلي بهم في رمضان، وأصلي بهم في الأوقات العادية. من وثم الأحسن؟ ذهبت إلى القاهرة. هي الجملة اللي أنت قلتها لي شيخ عبد الله، اللي يعني بمناسبة الوالدة غفر الله لها، استأذنت منها، لأن الوالدة كانت ترفض إني أنا أذهب، إلى أن أقنعتها غفر الله لها، قالت لي اذهب روحي، ودعت لي طبعا. كان عمرك وقتها 16 سنة تقريبا. والله هو انا ذهبت للقاهرة اكثر من مره، كان عندي مره 16 سنه، كان لي خال غفر الله له يسكن في القاهره، كنت بزوره، وفي خلال الزياره هذه تعرفت على بعض المشايخ في مساجد القاهره. فكان عندي 17 سنه 18 سنه، وقابلت الشيخ سيد، الشيخ سيد اسمه عباس، قرأت عليه تحفة الأطفال، حفظت عليه التحفة، يعني أخذت يمكن شهر شهر أو شهرين، كنا واخدين، الوالدة كانت معي نزور خالي. ف زرنا زرت خالي في هذه الإجازة، واستغليت الفرصة، بقيت أروح المساجد، تعرفت على بعض المشايخ في القاهرة، وقرأت التحفة والجزرية على الشيخ. ولذلك لما كنت رجعت للشيخ، وكان يسألني الشيخ كما قلت لكم سابقا. هذه طبعا مرة، ومرة ثانية يمكن ذهبت برضو، كان في حدود يمكن 19 سنة، يعني 20 سنة أو 21 سنة، استقريت في القاهرة، ذهبت يعني والتحقت بالأسر، كان عندي يمكن 21 22 سنة. عندما تخرجت في الأزهر لا كنت التحقت بالازهر، لان انا التحقت كبير وانا حافظ القران. انا قلت مع القران ما كان يشترط السن اصلا. ثم مكثت بعدها في القاهرة نعم حتى تخرجت. طبعا الدراسه كانت، درست يعني مكثت في الازهر حوالي 8 سنين بعد حفظ القران، بعد ما اختبروني في القران، فجلست 8 سنين في الازهر اقرا على بعض المشايخ في الدروس العلمية، أذهب إليهم، وفي دراسة أكاديمية يعني خدت فيها طبعا مرحلة التجويد، ثم مرحلة المرحلة التي يعني تالي مرحلة التجويد هي المرحلة العالية في القراءات، يسمونها عالية القراءات يمنى، وقرأت فيها القراءات السبع، ويسمونها القراءات العشر الصغرى، والدرة والشاطبية. ثم المرحلة الأخيرة هي مرحلة التخصص، تخصص القراءات، درست فيها الطيبة. ومع دراسة القراءات كنا ندرس العلوم الأخرى، يعني خدنا العلوم الشرعية، العلوم العربية، وعلوم القراءات، الرسم، رسم المصحف، الفواصل، توجيه القراءات، اللغة الأجرومية طبعا أخذناها على مرحلة، قطر الندى، شذور الذهب بالنسبة للغة، يعني رسم المصحف، لطائف البيان في مورد الظمآن، الفواصل، أخذنا نظمة الزهر للشاطبي،
كذلك في 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 علم الرسم عقيدة إعراب القصائد للشاطبي 298 بيت، ناظم الدكتور 297 بيت، الفرائد الحزام برضه في عد الآي، علم الفاصل للشيخ القاضي كانت 139 بيت مثلا. هذه كلها أخذناها في التجويد، أخذنا التحفة ثاني والجزرية والبرهان في تجويد القرآن، هذا بجانب العلوم الأخرى اللي هي الـ نعم. ما شاء الله. شيخنا، من هو الشيخ عامر السيد عثمان؟ الشيخ عامر عثمان هذا كان شيخ عجيب، كان عجيبا هذا الشيخ، وكان شديدا فعلا، يعني سبحان الله غفر الله له. أنا قرأت عليه بس ما قرأت، ما كملت عليه، لأني كان ما كان حد أي واحد يقرأ عليه إلا ويعني لازمه ملازمة شديدة، يعني ما يستطيع أحد يقرأ عليه إلا بعد يعني تمحيص. فقرأت عليه أنا في المقارئ، يعني تمشي وأمشي أذهب إليه، يعني ممكن يعني أبحث عنه في مساجد القاهرة، كان لي مساجد معينة يقرأ فيها، فكنت أذهب إليه في حي الإمام الشافعي له يوم يقرأ، في حي المهندسين له يوم يقرأ، وهكذا. الشيخ عامر عثمان كان يعني من القراء، من العلماء القراءات، كان قوي وقوي في الحفظ وفي وشخصيته قوية. فكان يوم أنا قرأت عليه كان مفتش للمقارئ، ثم عين وكيل شيخا للمقارئ، وجلس مدة، وكان يعني رئيس لجنة المصحف ولجنة المصاحف، وهو الذي يختبر القراء في طبعا القراء الذين يعينهم الأزهر أو يقرؤون في الإذاعة، فكان هو الذي يختبرهم الشيخ. وأتى هنا هو في جمع المدينة لطباعة المصحف، توفي هنا في المدينة غفر الله له. في عام 1408 أظن. نعم، ومن الغرائب سبحان الله كان يختم القرآن، هو دائما يختم، يمكن كان يعني أثر عنا إن كان يقرأ في الليل، يمكن يقرأ 5 أجزاء وأربع أجزاء وثلاث أجزاء يقوم بها الليل غفر الله له. قبل أن يموت حدثني الشيخ إبراهيم، من أحد مشايخنا الشيخ إبراهيم عبد الرازق، أن الشيخ عامر عثمان جاءته غيبوبة، فلما فاق من الغيبوبة قرأ القرآن 3 أيام ثم ذهب في الغيبوبة. نعم، ومات بعدها غفر الله له. وكنتم أثناء الدراسة تصلون التراويح في رمضان أو لا؟ نعم. متى أول مرة صليتم فيها التراويح؟ في أي سن تقريبا؟ صليت التراويح وأنا في قريتي قبل أن أذهب إلى القاهرة، يمكن قرأ، يمكن كان عندي 16 سنة، 16 17 سنة. وكنت متقنا وقتها؟ نعم حافظا. الشيخ كان طبعا كل أهل بلدتي القريات يعرفون أني أنا حفظت القرآن، لأن الشيخ أجازني شفويا أني أحمد هذا حفظ القرآن. وكنت أقرأ لأني ما كنت أصلي بهم طبعا، عرفوا أني حافظ أنا، وأقرأ من مشايخ، يعني كان في مشايخ كبار يجون أقرأ معهم، أقرأ مثلا ثمن، نصف ثمن، ثمنين، مع المشايخ الكبار اللي يجون يقرأوا في الحفلات، أقرأ معهم وأنا في هذا السن. نعم. وما زلتم إلى الآن إلى العام الماضي تصلون التراويح في رمضان، هل لهذا أثر رأيتموه يعني أثناء في الحفظ مثلا أو في المراجعة؟ والله صلاة التراويح هي أكبر حافز على الحفظ، يعني ولذلك أنا أوصي الشباب إنهم يحرصوا على صلاة التراويح. وبفضل الله الآن الحمد لله الشباب كثر اللي هم يصلون التراويح. أنا أذكر إني جئت طبعا، أتيت الرياض هنا يمكن 1407، أنا كنت في الجنوب، من الجنوب للشمال يعني لفيت المملكة شوية. ف 1407 كنت صليت، يعني ما أنا صليت، كنت أصلي التراويح، لكن أحيانا 3 سنين صليت التراويح كان في شمال المربع في مسجد، ثم بعد منها يمكن سنة سنتين كنت بمسك أحيانا أصلي التراويح، وأحيانا في سنة وسنتين ما صليت فيهم، كنت بصلي في المساجد، أشوف المساجد
ما كان في يمكن ثلاثة اللي يصلون تراويح أو أربعة غيبا أيام، يمكن 1409 1410 يمكن ما في ثلاثة أربعة في الرياض كلها. ما كان في الشيخ عادل الكلباني، والله كان الشيخ والشيخ فهد الغراب كان يصلي في مسجد صغير هناك في الجرديع، والشيخ عبد المحسن كان، هذه اللي كانوا في منطقة مشهورين كانوا يصلون، بس غير كده ما حد ظاهر يعني كان غيب يصلي غيب، كلهم يصلون به بالمصاحف الحمد لله. بعد منها شوف يعني شوف فرق، يعني فرق شاسع كبير. فأنا أوصي الشباب إني عشان لابد إنك تصلي غيب التراويح عشان تتقن، وهذه خطوة إذا أحببت إنك تقرأ إن تكون متقنا لابد من حفظ من القراءة أمام الناس، ولازم ولابد إنك تخطئ، يعني الخطأ ده وارد. لا تقول أنا إلى الآن أحيانا أقع في اللحن، والله أصلي أحيانا واحد يقول لي انت ايش قرات كذا، فيها قراءه؟ قلت لا والله ما فيها قراءه، هذه فيها تخريفه، ما هو قراءه. اي نعم، لاني القران والقران غالب، لابد انك تخطئ. لا تقول انا والله، نحن نتطرق لهذه الموضوع، يعني انا الان في التجويد والله اشياء كثيره احيانا تفوتني في التجويد ما اعرفها بعد السن، ترى الان داخل في فوق الستينات، فوق يعني قربنا على السبعينات، واشياء والله نخطئ فيها تجويد ما نعرفه. ولذلك ما حد يقول لي القارئ فلان الفلاني، وطبعا القارئ الفلاني ما ادري عنه انا، يعني هو عنده روايه، عنده روايتين، عنده القارئة العشر السابعه، العشر الكبرى الصغرى، يعني اذا وجدته صراحه منافش ريشه وكذا اقول سبحان الله مسكين هذا، وهو لسه شباب. يعني انا اشوف احيانا 25 سنه 25 سنه، او بعضهم 17 18 سنه، واعجب بصوته. ترى الصوت يا اخواني ما هو كل، يا شباب ما هو كل الصوت، ترى ما هو الصوت دليل على انك انت حافظ ومتقن، لا، الصوت هذا نعمه. فمعلش انا خرجنا من السؤال بالعكس بتاع الشيخ شيخ عبد الله. استمر شيخ نفسي. الصوت نعمه يا نقمه، فاذا انت اتيت صوتا حسنا فهذه نعمه، زي مثل الاخلاق ومثل الموهبه والذكاء، كما قال القائده اذا رزقت حسن خليقه فقد اصطفاك مقسم الارزاق. فهو الصوت نعمة، يا نعمة يا نقمة، إذا أنت استعملته في طاعة الله وفي ترتيل القرآن وفي القراءة المفيدة من مثلا الخطبة، خطبة جمعة، في درس، استعملت صوتك فأنت مأجور، خاصة في قراءة القرآن، وتحتسب وتحاول تخلص، لأن القرآن حجة لك وعليك. ولا تنسى يا إخواني، يعني يا شباب، أول من تسعر بهم النار ثلاثة يوم القيامة. هذا الحديث أبو هريرة كان لما يقراه ينشق ويغمى عليه، حديث صحيح. وكان يعني وقد قيل، أنت عارف هذا الحديث، وقد قرأ، لا يقال قارئ، احذر من كلمة يقال لك عليك قارئ. طبعا في فرق بين القارئ وبين المقرئ، لعلنا نبينها. فإذا أنت استعملت هذا الصوت تسمع الناس، ونيتك تقرأ التراويح، تقرأ في التراويح، تقرأ في قراءات مرتلة، تصلي بالناس في الأوقات العادية، تمسك الإمامة، تعلم الناس، تعلم الشباب، تعلم، إذا كان نيتك هكذا وما بعد كده ما يأتيك فهو يعني رزق ساق الله عليك، سواء كان مكافأة أو راتب أو يأتيك فهذا. أما إذا جعلت هذا الصوت أنت نصب عينيك عشان يقالوا فلان وقاري وكذا وكذا، هذه مشكلة، هذه ضامة كبرى، وهذه قاسمة. انتبهوا يا شباب، أنا والله أوصيكم ونفسي بهذا. ولا بد أنك تخاف، الإنسان لازم يخاف، لأن الحي لا تؤمن فتنته، وكما قال بعض السلف، من كان مستنفا فليستن، قد مات خلاص ختم له. أما إن الإنسان ما يضمن هل هو يكون من أهل القرآن فعلا ولا من أهل، هذا بالنسبة للصوت. فليس حسن الصوت، حسن الصوت النبي الشرع حثنا على أن نحسن أصواتنا. الصوت لابد أنك تحسن صوتك وتقرأ وتخشع، لكن ليس الصوت كل شيء. الإتقان قد يكون واحد هناك متقن وعنده الأداء متقن، يكون أفضل من اللي عنده صوت وما عنده أداء، ما عنده خشوع،
ما يعيش مع معاني القرآن، لأنك لابد أنك تعيش مع المعاني. وأنا أوصي الشباب يعني اللي عندهم أصوات طيبة وحافظة، لا تحفظ إلا ما تقرأ الآيات وقرأ تفسيرها. أوصيكم من التفسير، تفسير الشيخ ابن سعد، تفسير ابن كثير خاصة المختصر. اقرأ الآيات قبل ما تقرأ التفسير، قبل ما تقرأ الآيات وتحفظها، لعن نتطرق يا شيخ عبد الله يعني خطوات الحفظ. شيخنا ذكرتم الفرق بين القارئ والمقرئ، على عجالة هل هناك فرق بين القارئ والمقرئ؟ والله هم العلماء يقول القارئ هو ما أتقن رواية أو روايتين أو ثلاث، يسمونه القارئ المبتدئ، رواية روايتين ثلاث. القارئ المتوسط من أتقن ثلاث روايات فما فوق، ثلاث روايات أربع روايات. أما القارئ المنتهي واللي هو أتقن مثلا أربع قراءات خمس قراءات أو سبع قراءات يسمى مقرئ. يعني القارئ هو ما يقرأ، وكما قلت والمقرئ هو ما أتمم السبعة أو ما فوق صار مقرئ يقرأ عليه. هذه الفرق يعني العلمي. الكثير من الإخوة يمكن يعانون من مسألة المراجعة والضبط أو المراجعة للضبط، فهل هناك مرحلة ينتهي فيها القارئ حتى يكون ضابطا متقنا، يعني بعدها ما يحتاج يراجع؟ شوف يا شباب، يا يعني أنا أوصيكم ونفسي بالقرآن خيرا. أولا فيش حاجة اسمها أني ينتهي ويصير أني متقن. القرآن منذ تحفظت القرآن وانت تعيش مع القرآن إلى أن تفارق هذه الدنيا، يعني تختم النهاردة وممكن بكرة استغادر الدنيا ما تدري. ولذلك أنتم تعرفون السلف والخلف، يعني ابن تيمية شيخ الإسلام تذكر ما انقطع، يعني قبضت روح وهو بيقرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق دمك مقتدر. بعضهم يعني قبض وهو إيه يقول إيه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعني نقرأ السير القراء ما في حاجة اسمها أن يعني يقرأ ختم وختمتين وثلاثة. وأنا أوصيكم ونفسي بالنسبة للقراء للكتاب، هاتوا معرفة القراء الكبار للذهبي، ومن الطبقة الأولى إلى الطبقة ابن الذهبي. الذهبي كان في القرن السابع، يعني الطبقة السابعة إلى طبقة ابن، وابن الجزري زاد عليه القرن الثامن، لأن ابن الجزري مات في 833 في غاية النهاية في طبقات القراء. من الطبقة الأولى طبقة السلف الصحابة إلى الطبقة الثامنة. شوفوا اللي قرأ اللي مات هو يقول اللي هو مثلا يقول إن المتقين في جنات ونهر أو إن للمتقين مفازة، قرأوا ما في واحد إلا هو يعني أكثر، يعني كثير منهم مات وهو يقرأ القرآن. فالورد القرآني أنا بقول لكم في عجالة سريعة استلم. إحنا ما نعمل أي شيء، الإنسان يكون دائما متبع وليس مبتدع. السلف يختلفون في مراجعة القرآن، كان بعضهم يختم في 3 أيام وبعضهم في 5 وبعضهم في 7 وبعضهم في 10 وبعضهم كان كل شهر شهرين على حسب يعني مهمة الشخص. فمن يتصدر للقراءة ويصلي بالمسلمين في المساجد ويعلم الناس، هذا لابد أن يكون له شأن آخر مع القرآن. إنما كما قال الإمام النووي في آداب حملة القرآن، وذكر ذلك الإتقان بالإتقان السيوطي، وذكر ذلك الأجري في أخلاق حملة القرآن، كل هذا ذكروا كيف السلف كانوا يختلفون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان له حزب، وتذكرون يوم جاء الوفد ثم دخل فقال أنا كنت أقرأ حزبي من القرآن ما قرأته بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالليل ويقوم بالحزب، ولا وفي حديث لا يقر القرآن إلا بقيام الليل. فلا بد أن لا تحرم نفسك من قيام الليل لو حتى تصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أول الليل وفي وسطه وفي آخره، ولازم أنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلي ركعتين، صلي 4، صلي 6، صلي 7، ما كتبه الله لك لا تترك شيء إلا وتصلي، وتحاول تقرأ، تقرأ من المصحف، تقرأ غيب، ولو أولى أنك تقرأ غيب. فلما سئل حذيفة
رحمه رضي الله عنه وارضاه، حذيفة هل تحازي من القرآن؟ قال نعم نحازي من القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13، يعني كل أسبوع يختمون. هذه المراجعة اجعلها. ولذلك أنا أوصي الشباب اللي حديث الحفظ، حديث الحفظ، أنت حفظت الآن لك شهر شهرين سنة سنتين، لمدة 5 سنين لا تجعل القرآن يعني لا تبرح عن الختمة، لا بد أنك تختم كل أسبوع أو كل 10 أيام أقل شيء، لا تزيد عن ذلك إذا كنت تريد أن تضبط، خاصة في 5 سنين الأولى. ثم بعد ذلك خليها كل أسبوع، كل 10 أيام، كل أسبوعين، لكن تريد أن تكون حافظ دائما ومتقن لا تزيد عن 7 أيام، كل يوم 3 أجزاء وكسور، احسبها. القرآن فيه 30 جزء، 7 × 3 = 21، النص زيادة شوية عن النص جزء، تلقى نفسك كل أسبوع تختم القرآن. ولذلك كانوا يختمون السلف نفس الصحابة 3 آيات في اليوم الأول، يختمون من الفاتحة المائدة 3 سور، بقرة وآل عمران والنساء. طيب من المائدة ليونس 5 سور، العدة تلقى 5 سور، المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، يونس 5، 7 من يونس إلى سورة يونس إلى سورة الإسراء، تقول يونس وهود وبعدين يوسف والرعد وإبراهيم والحج، بعدين النحل الإسراء، ومن الإسراء للشعراء. لذلك بعضهم قال فمي بشوق، تأخذ الحروف كذا الشعراء إلى إيه؟ إلى الصفات، حوالي 11 سورة، شعراء والنمل والقصر والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وبعدين الأحزاب وسبع، ها فاطر ياسين، الصفات، الصفات لقاف للصفات، وتأخذ صاد وتأخذ الزمر وغافر وفصلت والشورى والزخر والدخان والجاسية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات، قاف من قاف للناس تقرأهم على طول كل يوم، تأخذ كام 3 أجزاء ونص تحفظها. هذا كان السلف. فأنت إذا كنت حديث حفظ لابد أنك تحفظ، ولا تقول والله أنا بكرة أسمع، لا ما تصير متقن. ولذلك مشايخنا يا ابني لما كانوا يعملون يعني في المسابقات يقول لك اقرأ لي في سورة كذا، يقول يا شيخ ما مراجعة، يقول يا ابني اللي حافظ ما يقول أنا مراجع، سوف تقول أنا راجع للاختبار، راجع للقراءة، راجع كذا، هذا ما أنت حافظ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتأتي فيه عليه شاق له أجر. وأنا أوصي نفسي، أذكر نفسي وأوصيكم 5 مراتب لصاحب القرآن: الخيرية والأهلية والشفاعة ومرافقة الكرام البررة والدرجات العالية، وكل فيها كل أحاديث واردة. إذا من أردت المراتب الخمسة هذه، والله المرتبة ما الدنيا هذه ما تساوي مثقال ذرة من مرتبة واحدة. الخيرية لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الأهلية لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين في الحديث. قالوا من يا رسول؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. الشفاعة قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي أحاديث كثيرة، القرآن والصيام شفاعة للعبد. طيب مرافقة السفر الكرام الرابعة، قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، إلى آخر الحديث. الخامسة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه المراتب يا أخواني، اللي حافظ القرآن لا يتركها، يجعلها نصب عينيه، يجي كل ولا يمل، أو نفسك يعني تدعوك إلى الراحة فقل لها 5 مراتب يا نفسه، 5 مراتب أمامي نصب عينيك، اجعلها نصب عينيك 5 مراتب. الخيرية، وهذه الخيرية لم ترد إلا لصاحب القرآن، خيركم يعني لفظ صريح في الفقه: ما يريد الله خيرا يفقهه في الدين، لكن اشترط في شرط، فعل الشرط وإيجاب الشرط. أما بالنسبة للخيرية: خيركم يعني أفضلكم، حديث في البخاري: خيركم من تعلم القرآن. الخيرية، الأهلية، والشفاعة،
مرافقة الكرام البرة اللي هم الملائكة الكرام على الدرجات العالية، اللي هي يقال لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني تحفظها. ويؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا، بس الشرط كانوا يعملون به في الدنيا، مش تحفظ القرآن ولا تعمل به. انتبه، العمل مقدم، وقبل العمل الإخلاص، فلا بد أنك تخلص العمل. وكما قلت، عشان لا يقال لك قارئ، إنما أنت تقرأ القرآن، تعلم الناس القرآن. وانتبه، إذا أردت حفظ القرآن، أنا أكلم الشباب الذين يريدون الحفظ الآن، أو حافظوا أو يجددوا نيتهم، لأني قال بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى يكون إلا لله. طيب، إحنا تعلمنا مثلا، أنا يوم مشيت من عندنا، من بلدي، من الصعيد، ليتعلم القراءات، عشان أتعلم القراءات، وكنت حديث السن. طبعا عندنا مثل يقول لك: أكبر منك يوم بيوم أعلم منك بسنة. يعني الشباب دائما، الشاب متهور، دائما مندفع، دائما. أنا أوصيكم خلاصة، أنا بعطيكم خلاصة سنين طويلة، عشرات السنين، يعني بعطيكم الخلاصة. جدد نيتك الآن، وأنت إذا أردت تقول: أنا براجع القرآن، حتى يقال لي يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يوم القيامة في مصاحف، يقول لك: المصحف، امسك المصحف اقرأ فيه. لا، أنت تقرأ غيبا، يوم القيامة تقرأ غيبا. الحفظ درجتك في الجنة، وأنتم تعلمون أن دخول الجنة برحمة الله، لا أحد يدخل الجنة بعمله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، يعني حتى أنت؟ لأن قال: نعم، حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لكن التفاوت في الجنة، التفاضل في الجنة بالعمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بالعمل. النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين، أهل الصيام، أهل القيام، أهل الاستغفار، أهل الجهاد، أهل القرآن، كل واحد له منزلة. هذا التفاضل في الجنة بالأعمال، والأعمال تكون بالإخلاص. فإذا أردت أنت تكون من أهل الجنة وتكون تحوز على هذه المراتب، فلا بد أن تحافظ عليها. لا تقول لي: والله أنا ما أقدر أراجع يا شيخ. أنا لا، إذا أردت والله هذا المنزل العالي الرفيعة، فلا بد أن تحافظ على القرآن، وتجعل وتشتغل على نفسك. إذا مليت اسمع القرآن، إذا غير المكان، وهكذا. فأنا أنصح المراجعة الدائمة لا تقل يوميا عن 3 أجزاء، ومن زاد فهو خير. ويقال: من ختم في 5 لا ينس. والسلف كان يختمون كل أسبوع، وأكثر السلف، أنا قرأت أكثر السلف، يعني عبد الله بن مسعود، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن كعب، تميم الداري، سعيد بن زيد، أكثر الصحابة كانوا يختمون كل أسبوع. جزاكم الله خير شيخنا. نعم. السؤال الأخير قبل أن نفتح المجال للأخوة، يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ماذا رأى شيخنا من بركة القرآن في حياته؟ والله هذا الكتاب، يعني هذه الآية: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه آية عظيمة في سورة صاد. وكذلك وردت هذه الآية في سورة الأنعام، في قبل الوجه الأخير: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يعني الآيتين متناسقتين، هذا كتاب لإشارة للقريب، لأن قبل منها: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بيمدح التوراة اللي نزلت على موسى، اللي نزلت على موسى قبل أن تحرف، أما الآن محرفة. لكن ثم بعد منها الآية على مباشرة، وهذا، يعني هذا دايما للقريب في اللغة، وذلك للبعيد كما يقال في اللغة العربية. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم، ولعل عند الله واقعة، ما في محالة، يعني إذا اتبعتم ترحمون.
طيب في سورة صاد يقول يعني قبل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظنوا الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. ها، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قرأ أبو جعفر لتدبروا آياته، قراءة عشرية، قراءة صحيحة. الخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، والغيبة ليدبروا آياتي، هي لتتدبروا آياتي. أدغمت التاء في التاء، ثم أدغمت الدال أبدل التاء التاء دال، ثم الدال أبدل التاء، ثم أدغمت التاء في التاء، فصارت ليه؟ ليدبروا آياتي. هذه البركة يا أخواني، ومن يمكن ما عندي، يمكن الله أعلم كلكم شباب، ما في من إخواني، إخواني يمكن اللي في سن يعني قريب، ما أعرف ما في ما يعني قريب من سني، لكن كلكم شباب. أسأل الله لنا ولكم التوفيق أن يمتعنا إياكم يعني بشبابنا، ويجعلنا إياكم ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يقول الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا وأجعله ورث منا، ولا تردنا إلى أرض العمر. يعني كان دائما الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا متعنا بأسماعنا وأبصارنا إلى أن نلقى سبحانه وتعالى. فيا شباب، أوصيكم ونفسي باللي يتبع القرآن، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، من تبع القرآن ومن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل لا في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن بركة القرآن والله يا شباب، بركة في العمر، وبركة في الرزق، وبركة، والرزق هذا رزق واسع، يعني ممكن رزق يعطيك علم نافع، يعطيك ذكاء، يعطيك الرزق، بركة في الوقت، بركة في يعني في كلامك، يصير في عندك بركة، بركة في أولادك، بركة في بيتك، في 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 سيارتك، السيارة يقرأ فيها القرآن فيها يصير فيها بركة، بيتك في بركة، لأن القرآن هذا هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فالبركة لا تنقطع. ولذلك البركة في القرآن ورد حوالي 6 مرات، وكل واحدة منشقة تشتق من الاسم البركة، دي كلمات تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني وردت في سورة الفرقان 4 مرات قواعد مبنية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذه بركة القرآن. تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك، للنبي صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هذه توحيد الله والبعث والحساب. تبارك الذي بيده الملك، هي سورة وتبارك الذي فتبارك الله رب العالمين، عندك في سورة غافر، وتبارك كذلك تبارك الله أحسن الخالقين من سورة المؤمنين، وتبارك الله رب العالمين في سورة الأعراف. كلمة تبارك هذه لو تحصرها تلقاها حوالي يمكن ما أقرب من 15 آية، وغير باركنا حوله في الإسراء، ولا باركنا حولها في أرض المباركة في الأعراف، ولا باركنا فيها في البركة في سورة قاف، ولا في يعني البركة في القرآن لا تنتهي. أنا أوصيكم ونفسي، إذا أردت البركة فألزم هذا القرآن، إلزمه قراءة، وإلزمه مراجعة، وإلزمه حفظا وتعليما، وعلم الناس، واحتسب فإن الله عز وجل لن يضيعك، ولو كنت قليل المال فإن الله يبارك لك، إذا كنت قليل المال فإن الله يبارك لك، إذا كنت ما عندك شيء فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لك، ويبارك لك في عملك، أهم شيء عملك، ويخلي لك ذكرى حسنة، والبركة لا تنتهي. بارك الله فيكم شيخنا، وفي علمكم، وفي عمركم، وفي أهلكم، وفي أموالكم، وفي أولادكم، وفي جميع المستمعين والمستمعات. نفتح المجال للأسئلة للأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حقيقة تشرفت بالاستفادة من علم الشيخ أحمد خليل شاهين. لما قدم إلى السعودية، أول ما قدم صلى في مسجد في حينا، مسجد للشيخ إبراهيم الموسى، وأذكر الشيخ إبراهيم حفظه الله اتصل بي، وكان يسألني عن مجموعة من القراء، وأسمعني قراءة الشيخ أحمد، كان عنده تسجيل صوتي. وقدم الشيخ حفظه الله إلى المسجد
وصلى به سنوات عدة، وجلسنا حقيقة عنده في حلقة واستفدنا من علمه حفظه الله. وكنت مما أقول للشيخ إبراهيم الموسى حفظه الله أن يلتزم بالشيخ أحمد، حتى لو أراد أن يأتي بإمام آخر أن يبقى الشيخ في المسجد ليستفيد الحي من تدريسه وتعليمه للطلاب، وقد لزمناه كثيرا حفظه الله عز وجل. أسأل، وإن قد حضرت متأخرا لا أدري، الشيخ تحدث عن تجربته في تسجيل المصحف كاملا في إذاعة القرآن الكريم، وللشيخ تجربة في ذلك، ولم يكن التسجيل إلا بعد أن ترك المسجد الذي كان في حينا، ثم انتقل إلى مرحلة إلى حي السويدي. الثاني حقيقة هو، هل للقرآن الذي في قلب الشيخ وفي صدره، هل له علاقة أو أثر في المرض الذي أصابه حفظه الله والحمد لله على شفائه ومعافاته؟ وإن أذن للشيخ ناصر أن أعلن عن نيابة عن الندوة العقيد. جزاك الله خير، أدعو لكم يوم الأربعاء إن شاء الله غدا بعد صلاة العشاء، ضيفنا الشيخ سعد بن عتيق العتيق، وهذا درس تربوي إن شاء الله كل شهر ونصف في الندوة. كان اللقاء الأول على التربية على تعظيم جناب الله، وغدا التربية على تعظيم جناب الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم غدا الأربعاء بعد صلاة العشاء، حي الهدى بالرياض جنوب حي السفارات. الإعلام موجود، ورقمي لمن أراد التواصل ومعرفة المكان، مع العلم أن اللقاء ينقل عبر عدة مواقع، صفحة الجوال الثقافي وقناة الشيخ في اليوتيوب، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. والله الشيخ جزاه الله خير، الشيخ عبد الله راشد، أنا الآن ما رأيتك إلا الآن يا شيخ، وتأكدت منك الشيخ عبد الله، بارك الله فيك. الشيخ عبد الله راشد جزاه الله خير، فعلا نعرفه من مدة طويلة، وتقابلنا معه في حي المربع كما أذكر، وجلسنا في مسجد الموسى صراحة حوالي يمكن ما يقرب من 3 سنين، وفعلا وفكرة المصحف سبحان الله جاءت في نفس المسجد. وأنا قبل أن آتي كان في أيام وأنا في القاهرة كنت سجلت في مسابقات، وعملت لقاءات في إذاعة القرآن الكريم هناك في مصر، والتلفزيون طلعت برضه في مسابقات الحمد لله، يعني كان من يومنا يعني حريصين على ثم سافرت صراحة، أنا تعينت في هناك في الأزهر، ومجرد ما أنا حصلت على الشهادة العالية للقراءات تعينت حوالي ما يقرب من 3 سنين في المعاهد الأزهرية، ما يقارب هنا المعاهد العلمية المتوسط الثانوي. لكن سبحان الله تعاقدت، سبحان الله يوم يعني تخرجت يعني تعاقدت مع مكتب التوظيف كان تبع وزارة المعارف، وكانت الكويت نفس طالبة مقيم من شعائر يمما، سبحان الله قدمت فجاتني الأوراق في السعودية، قلت نذهب إلى السعودية حتى للحج، وفعلا يوم السنة اللي جيت فيها على دول على الحج يعني سبحان الله. فلما أتيت إلى هنا وتركت طبعا التسجيل ما سجلت، يعني عرض علي أن هناك أدخل اللجنة و أسجل في وزارة القرآن الكريم سبحان الله، بس كان في تعقيدات شوية ومقامات وفي أشياء نعم ملتزم بها، أنا تركتها في وقتها. فلما أتيت هنا وصليت فعلا في مسجد الموسى، صليت أكثر من سنة التراويح، ففي واحد الآن ما أدري عنه، أنا أدعو له صراحة، ما أدري هو فلسطيني أو أردني، أظنه أردني، قال لي يا أخي يا شيخ أنت صوتك طيب وأداك كويس، ليش ما تسجل، سجل لي شريط وانا اعرض عليه في موظف في اذاعه القران اعرفه في وزاره الاعلام يعرفه ويعرض. قلت يا اخي انا ما يعني صوتي ما هو كذا، يعني في ناس اصواتها اندى مني وافضل وادائها وكذا. قال لي يا شيخ بس سجل، والح علي اكثر من مره يقول لي فين الشريط، يسالني والله اين الشريط اين. اي نعم، هذه والله فكره المصحف.
ولما لقيته ألح علي سجلت، قلت له خلاص بسجل لك شريط. والله أكثر من مرة يلح علي وأعطيته الشريط سبحان الله. فيوم سمعوه إخواننا لكن تسجيل في ذات القرآن طلبوا، قال له كان نريد مقابلة، قال هم الآن يريدونك، وخذ العنوان واتصلوا عليه. فعلا ذهبت لماذا كان يمكن 1411 11 طبعا ذهبت إليهم، ثم قابلت مع المراقب التلاوة وقرأت عليهم وسجلت 5 دقائق 10 دقائق يمكن ساعة ونصف. ثم بعد ذلك طلبوا مني تسجيل المصحف. لما طبعا جلست مع اللجنة ومراقب التلاوة وشاف التلاوة وقال لي احنا عايزين تسجل لنا ايه المصحف، قلت ما سبحان الله. هذه كان يمكن يعني 1413، وفعلا سجلنا المصحف. والله تسجيل المصحف يا شباب لا تتخيلوا كيف سجل، وسبحان الله يعني لعل الله سبحانه وتعالى انتفع به، يعني نفع به. مع ان المصحف ترى كنت في ايامها مدرس في مدرسة ابي بن كعب، بعد ما اطلع من ابي بن كعب الساعة 12 1 الواحد التدريس هل كان طالع من طبعا بندر الشهري موجود الآن، شيخ بندر كان بندر يعني يخلي الحصة ما شاء الله يعمل فيها عرضة هو اللي معاه. معلش يا عم بندر بارك الله فيك وفقك، يعني أطلع مصدع بعد ما أطلع يمسكني الصداع، أروح الساعة 2 3 أروح على الإذاعة أسجل، يعني ما في فرصة إني حتى مرتاح. ومن ذلك المصحف بعد الحلقات فيه انا مرهق تعبان لاني ادرس اللي بي. وبعدين قالوا لي يا اخي يا شيخ انت المفروض كنت تاخذ اجازه، قلت باخذ اجازه من دكتور معاه ما يعطيني ولا يوم. انا التدريس على متواصل، سجلت المصحف وانا في التدريس، يعني اطلع من المدرسه واروح الاذاعه استديو سجل. كم والله اخذ يمكن قرابه 2 شهر وانا تاخرت فيه، يعني المفروض كان اسجل على طول. يعني طبعا كان الصوت احيانا ما اعرف اسجل من الصوت طالع من التدريس، يعني الشيخ بندر وشركاء كانوا شغالين على الصوت عندي. ربنا يبارك فيك يا بندر. اي نعم بندر من الشباب اللي درستهم في الصف الثالث والرابع والخامس والسادس، يعني خرج. والله الان انا اشوف بعض الطلاب سبحان الله يعني حافظ، يلقاهم اللي مدير واللي كذا واللي كذا، يعني سبحان الله الآن في صاروا في 25 وفي 30 وتزوجوا معهم أولاد، ندعو لهم ونفرح نقول سبحان الله هؤلاء. فهذه الحمد لله، وهذه قصة المصحف يعني. نعم مررتم شيخنا بمرحلة حرجة في المرض، مرض الكبد. والله هو الكبد هذا كان طبعا كان سبحان الله يعني في التدريس. أنا كنت في عليشة في ثانوية عليشة وجاتني الوعكة المرضية، كان عندي الكبد، فتبين لي الكبد يعني في كان عندي يعني يمكن بالهرسية قديمة هذه الفيروس هذا، وكان ما أحس بيه يعني ما أنا يعني شاعر. ولذلك أنا أوصي دائما بس لا تخافون لا تخافون، يعني موضوع الكبد يعني انا انصح اي واحد لابد يحلله كل 6 شهور يحلل، يعني لان الكبد تبين لي انا مع يعني الناحيه الطبيه وكذا، ناخذكم في كل الطب مع الاستشاريين وكذا، يقول لابد ان الواحد يعني يشوف الكبد، يعني وظائف الكبد وظائف عامه الكبد والكلى والى اخره، يعني كل 6 شهور لا يعمل تحليل عام يكون افضل له، يشوف عنده شيء صيانه، اي شيء يحتاج الى صيانه، كل اجل كتاب كل شيء عنده بمقدار، لا بد ان الانسان يعمل يعني. وتداوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول التداوي يعني من السنه. طيب فتبين لي ان الكبد احيانا هو العضو الوحيد ما يمل ولا يكل الا لما يقف مره واحده، يروح واقف فجاه بدون مقدمات ولا شيء، قد لا تظهر عليه بعض الاشياء لكن ما يبين لك، لكن اذا وقف مره واحده هذا معناه اني سأقول لك خلل، يعني ما تستطيع لا تمشي ولا يعني، قد يكون الانسان عنده تليف في الكبد ويعيش سنين طويله وعنده فيروس ويعيش سنين طويله، بس يكون عارف النسبه
نسبة التليف كم، نسبة هذه الأشياء تكون محددة ويمشي بالعلاج. فأنا جاتني فجأة صراحة، فتعبت، فجاتني فجأة بحيث إني أنا ما رحت المستشفى، يقول لك الكبد يعني. حتى إن الدكتور دكتور الجهني في مشعل الجهني الله يمسيه بالخير وبارك فيه، نصحني قال لي ترى يا شيخ الكبد أمامك 6 شهور. قلت يا شيخ يا دكتور مشعل لا يعلم الغيب إلا الله، هذه قال لي والله أعرف يا شيخ، بس هذا التحليلات والتحاليلات والإشاعات اللي أمامنا احنا نقيسها. قال 6 شهور. والله 6 شهور يا شباب، أنا قعدت بعد منها سنة وست شهور لأن ما عملت العملية، سنة وست شهور. طبعا هي العلم عند الله عز وجل، كل أجل كتاب. هو قاسوها من ناحية التحاليل والإشاعات، قالوا قدامك 6 شهور. زرحت كبد طبعا بعد منها الحمد لله، وزرحت كبد من حوالي 15 شهر بفضل الله عز وجل. وطبعا ماشي ببركة القرآن برضو، يعني شوف تقول البركة في القرآن. أنا كنت سبحان الله واخذ كتب معايا في المستشفيات، ما خليت مستشفى اللي ما نمت فيها في الرياض، وكان يقرؤون علي، يجي وفي ناس ختموا عليهم وأنا في المستشفى لعلمكم، في الشميسي وفي الحرس وفي الطلاب ختموا علي قرآن، أعطيتهم إجازات كمان وأنا نعم الحمد لله. وفي ناس قرأوا، ورحت ألمانيا، في ناس بفضل الله عز وجل في ناس قرأوا علي هناك في ألمانيا، اللي حافظ علي التحفة الجزائرية، واللي قرأ علي تلاوة واتصلوا علي وكملوا تلاوة، واللي حفظوا بعض السور. هذه بركة القرآن، تقول أنت كتاب أنزلناه إليكم مبارك، هذه بركة القرآن. والحمد لله هذه يعني الوعكة المرضية اللي مرت بها الحمد لله نعمة عظيمة يعني، والحمد لله الإنسان ما يتمنى إلا نسأل الله العفو والعافية. لكن إذا الإنسان ابتلي الحمد لله، أنا والله رفضت الأول العملية، يعني قلت خلاص. أنا كنت يوم إني أعمل العملية كان سني 50 سنة، قلت أنا عشت الآن 50 سنة وأنا أمرح وألعب في هذه الأرض وهنا وهناك، ماذا أريد؟ أقنعوني، قال لازم يا شيخ تعمل عملية، وفعلا توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى تيسرت العمل لأمرك الحمد. الحمد لله. نقدم لكم هدية بسيطة من المؤسسات إذا سمحتم شيخ. أول شيء شيخ جزا الله الأردني اللي ألح عليك أنك تسجل القرآن. كنت في الحرم قبل سنة تقريبا، أنا واحد الإخوة في الدور الثاني، فبعد العشاء بساعة ونص تقريبا وجانا 2 من الإخوة من الإمارات، شافوا معنا قهوة وجلسوا معنا، فمع الحديث ومع السواليف جاء طاري اسمك كذا. أنا كنت أقول ميد خويي، ما أدري في مسألة او في قول او كذا، او ان اتصل على احد الاخوه ما اذكر بالضبط، لكن يوم قلت احمد خي شاهين قال ايش احمد خي شاهين، كان تعرف الرجل هذا؟ قلت ايه الشيخ احمد شيخ معروف في الرياض عندنا، مقرئ ويقرا عليه كبار قراء كذا، وتعجب وقام يسولف الخويه وشلون احمد خي شاهين؟ قال هذا احمد خليل شاهين لي معه قصه، رجل اماراتي شيخ ما اظن يعني راك من قبل. فيقول كنت شاب طايش، الرجل كبير طبعا تقريبا عمره قارب ال40، يقول لي قبل 15 سنه تقريبا في العشرينات، يقول كنت غضبان من اهلي، يعني صارت مشكله في البيت وانا كنت شاب طايش، يقول فطلعت من البيت زعلان وركبت السيارة، وحتى يعني يقول من قوة الغضب إني فحطت قدام البيت، يقول درت لفيت، يقول لفيت الدنيا كلها، يقول سبحان الله شغلت الرادو إلا الشيخ أحمد خليل شاهين يقرأ، يقول أعجبت بالقراءة جدا، يقول صرت أستمع أستمع أستمع، يقول حتى قلت ما أبغاه يخاف يوقف الآن، فيقول عندي شريط أغاني يقول بسجل عليه،
يقول سبحان الله وحط الشريط، يقول انا ابغى ارجع اسمع التلاوه هذه، التلاوه جميله. فيقول دخلت الشريط الاغاني هذا وسجلت عليه القران كامل، حتى انه يا شيخ لما رجع الامارات صور لي فيديو الشريط، قال هذا الشريط حتى مكتوب عليه اسم الفنان، وشغل فيديو، شغل جاب مسجل قديم هذا وشغله وقال اسمع هذا من 15 سنه عندي دائما اسمعه. يقول كاسيت ما يشتغل في السياره لكن عندي ذا المسجل قبل النوم اشغله. فانا اقول جزا الله الشيخ احمد على تسجيله، وجزا الله الاردني اللي الح عليه، فالله يكتب اجرك شيخ احمد. احنا اذا معنا ولو دقيقه يعني على الاقل، ان كانت هذه الحقيقه بشاره فهي لا شك بشاره سعيده لنا جميعا، ان الله عز وجل يصطفي اهل القران في النفع والاثر والتاثير، ونسال الله ان تكون عاجل البشرى للشيخ احمد وغيره من الذين بذلوا أنفسهم ونذروا أنفسهم لخدمة القرآن. إن كان الأخ الكريم أيضا ذكر البشارة، فنحن أيضا نزف بشارة أخرى، أن الشيخ أحمد حفظه الله صلى التراويح العام الماضي برواية ورش عن أصبهاني، طريق الأصبهاني، وهذه التلاوة أيضا سجلت كاملة وستبث عبر قناة آيات خلال أشهر قريبة بحول الله تعالى. وأيضا الأخ حتى نثبت الدوري كذلك عن أبي عمرو صليت به 1000، وهذا مصحف آخر أيضا هذا من باب الإثبات يعني أنها إن شاء الله وصلت. رواية حفص عن عاصم بقسم وفسم طريق الطيبة، أي هذه، وهذا مصحف الدوري عن أبي عمرو البصري بقسم المفصل كذلك صليت بي 1437، وأنا طبعا صوت شايب يعني صوتي ما هو شبابي. نعم هذا نفس المصحف الدوري، لكن مصحف إن شاء الله نبشر الأخوة. والله أنا الآن بيلح علي يعني أشكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليحيى إمام جامع معاذ بن جبل، هو اللي شجعني وقال لي يا شيخ صلي بالروايات، خلي هذا علم قد ينتفع به، ينتفع به يعني، وهو اللي شجعني جزاه الله خير، صلى الله يبارك له ويرحم والدي ويجزيه خير الجزاء. فصليت في 1437 برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، طبعا هذه الرواية يصلوا بها في السودان ويصلوا بها في الصومال. أما بالنسبة لورش السنة هذه قال لي برضك شوف رواية، فاخترت رواية ورش من طريق الأصبهاني ليس من طريق الأزهر. طريق الأزهر بيصل بيمد 6 حركات، الشباب اللي عارفين كل بيمد 6 حركات، لكن الأصبهاني الورش من طريق الأصبهاني 2 حركات ويمد 4 حركات مثل قالون اللي عنده القراءات يعرف هذا، يصلون في الجزائر أحيانا وفي المغرب العربي بعض المناطق صلوا. فأنا سجلته، فلعل إن شاء الله نجيب لكم مصحف. الأخ يزيد الماضي يمكن من الإخوة في شجعني كذلك، إني لنا محاولة يمكن كم شهر وسجلت رواية ابن وردان عن أبي جعفر، هو عنده مسجل ونروح نروح له في المسجد جزاه الله خير، وسجلنا وانتهينا من ابن وردان، فعايز تحتاج إلى مراجعة لأبي جعفر من قراء العشرة كذلك، سجلناها لعل أصحاب القراءات والتخصص ينتفعون بها، ولعل الشيخ ناصر سأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم أن تزاع هذه الرواية ونحتسبها لوجه الله سبحانه وتعالى وأن يوقفها على يعني أهل التخصص. بارك الله. قبل أن الشيخ عبد الله السحيباني مدير ديوانية آيات أيضا لديه رغبة أخيرة سيبديها للشيخ، ولكني سأتطفل على الشيخ بذكر هذا السؤال الذي أشعر أن الكثير من الإخوة الآن الحضور من المهتمين بالقرآن وحفظ القرآن وأيضا الإمامة. في مرة من المرات أحد كبار القراء قرأ على الشيخ وأظنه ختم عليه، ففي آخر الختمة سأله الشيخ قال له أنت يا ابني بتقرأ بنفس اللي أنا أقرأتك إياه، يعني بنفس الطريقة والإتقان والتجويد؟ طبعا هذا الشاب كان يعني في وقته ربما يعني لا يتجاوز 20، فخشي من الشيخ وطبعا لا يقرأ بهذا التجويد أبدا في الصلاة،
ولكنه إذا حضر عند الشيخ في الحلقة قرأ يعني بالتحقيق والإتقان، فخاف الطالب فقال طبعا طبعا يا شيخ. فقال له الشيخ إياني وإياك احذر تقرأ بنفس الذي أعلمك إياه في الحلقة أن تقرأ به في الصلاة. فاستغرب الشاب وهو ظن أن الشيخ يعني يعاقبه أنه لم يقرأ بالتجويد. فما سر هذه المقولة؟ لما قلت له يا شيخ تتذكر الإجابة لما قلت تتذكره؟ أيوة، بس نبغى نسمع الإجابة هذه. هو ماني شخاني الشيخ ياسر. نعم نعم جزاه الله خير. الشيخ ياسر كمان لي موقف معنا، هو طبعا يعتبر شيخنا الآن، هو ما شاء الله في الحرم. الشيخ ياسر يتميز بالأخلاق الطيبة والأدب الجم، معنا كنت شديد عليه أنا، حتى لي موقف معاه، لكن ودائما أقول له يعني لعلك تغفر لي هذا الموقف، شديت عليه أني شد. فقلت له يشوف التجويد هذا خليه خلف ظهرك يعني، لكن اقرأ بالمعاني واقرأ وخذت ده انك لا تترك التجويد، لكن خليه خلف ظهرك يعني ايش مع القرآن. انا صراحة يعني انا ما اريد ان اطيل بس عليكم، لكن الامام يا اخواني يا شباب، الامامة ترى مسؤولية امام الله. لكن انت ممكن شوف طبعا الحديث، يمكن بعضكم انا اذكر الان بالحديث، طبعا حافظين انتم الحديث في رياض الصالحين موجود في باب الامامه، من احق الناس بالامامه؟ قال صلى الله عليه وسلم صلوا في الحديث، فان احسن فلكم وله يعني للامام الاجر، وان اساء فلكم عليه يعني لكم الاجر انتم ايها المصلون، وهو عليه على الاساءه في الصلاه، خاصة إذا لم يؤدي طبعا الصلاة. طبعا أنت عارف أركان الصلاة واجباتها ومستحباتها، لكن إحنا نتكلم هنا في أنا الشاهد هنا في إتقان القراءة. يعني القراءة طبعا أنت عارفين الفاتحة، أحيانا في الفاتحة في ناس تلحن في الفاتحة، واحد يقول إياك نعبد وإياك ولا إياك وإياك نعبد ونعبد ولا أهدنا ولا مثلا إياك بالتخفيف وهكذا، يعني هذه كله لحن طبعا، او او ما يدين الصراط مثلا يقلب الطاء تاء، هذه لحن هي اثر في الصراط او انعمت. المهم هذه الصلاه تحتاج الى الانسان يتقن فيها. بعض الائمه يخلي الناس المصلين يغتابونه من حيث لا يشعر. كيف يغتابونه؟ يعني هو يقرا قراءه مكسره أو قراءة ليس قراءة ميتة، يعني ما فيها يعني ما القراءة لازم تكون يعني شد، خلي اللي خلفك شدهم يعني رتل وارفع صوتك وخليك مستوي في الصلاة، دنك كده. بعض الأئمة مثلا أو بعض المعلمين يقرأ على الطلاب يسوي كده، فالصوت يروح تحت في الطاولة إن كان معلم، ويروح في تحت الأرجل إذا كان إمام. لازم ترفع يعني دائما أقول يعني أنت وتقرأ ارفع كده، خليك كده يعني الرأس مرفوع حتى الصوت يطلع معتدل. هذه بالنسبة للإمامة. ثانيا إن عش مع المعاني، يعني حاول أنك أنت الآيات اللي تقرأها اقرأ تفسيرها وعش معها، ترجم للمأمومين أن يكون في خشوع في الآيات، يعني يشمع المعاني بجانب الأحكام التجويدية، فالناس يخشعون ويدعون لك من حيث لا تشعر. وبعضهم يعني يقرأ الآية لغاية من قطع النفس، يعني بعضهم مثلا يعني يجي بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني يجي مثلا أو يقرأ آية طويلة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني لما ينقطع النفس المصلي السامع يضيق صدره، يقول لك انت ما انت قادر تصلي، ليش جاي تصلي بينا؟ هذه غيبة. او مثلا معلم وقرأ كذا قلت طلاب هذا ما قادر يقرأ، ليش يسوي كذا الأستاذ ما قادر يقرأ. فانت احرص انك انت تقف على كلمتين ثلاث كلمات قبل ما انقطع صوتك، واحتفظ بقوة الصوت واحتفظ بالنفس. ايوه هذه كلها خطوات تخلي الدرس فيه حماسا كنت معلم، وتخلي المأمومين اللي خلفك يعني يستمتعون بالقراءة ويدعون لك.
هذه النقطة مهمة جدا، ولذلك أنا قلت ارمي التجويد وراك. وكأن مقصود الشيخ من هذه الكلمة يعني إذا قرأت فضع التجويد خلف ظهرك، أي أنك عش مع الآية وستأتي الأحكام تلقائيا، ستأتي الأحكام تلقائيا. فالحقيقة كانت وصية يعني ثمينة. الأخ بندر الشهري من تلاميذ الشيخ الذين درسوا عليه في أظن في المرحلة الابتدائية، ولعلنا نأخذ ولو موقفا واحدا من الأخ بندر يذكر فيه يعني موقفا أثر فيه مع في حياته مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أول شيء أدعو للشيخ الله يحفظه ويطول عمره ويبارك في عمره وعمله وأن يجعله إن شاء الله في الفردوس الأعلى. كان يعاملنا كلنا كأبناء الجيد والغير جيد، والحمد لله أني كنت من المتفوقين، ولكن الشيخ يعني هاجمني وقال أنه كان يطلع من عندنا مصدع من عرضنا ولعبنا في الفصل، ولكن إحنا كنا نطلع للشميسي لقسم الأشعة لأنه كان معه اللي داخل اللي خيزرانه مربوط بشطر طون، فكنا لواحد لأخذ ضربة اليوم الثاني حافظ جزء كامل، والله يرفع قدره ويحفظه إن شاء الله. في موقف ذكر لنا الله يحفظه اللي هو دفن وهو حي، أنا ما أدري من يعلم عن هذه المعلومة ومن لا يعلم، فإذا يذكرنا هذه القصة. نعم دفن وهو حي، يعني قد يكون فيها. أنا كان حتى ياما كنت أدرسكم يا بندر ما كنت عملت العملية يعني، فقد يكون نعم. هو يعني هو في يعني أمور نعم دفن وهو حي. والله هو قد يكون راح يتعرض يعني، انت عارفين الصعيد يعني فيها يعني ما لا تروى ولا تطلع. نعم هو قد يكون هو ببركة القرآن يمكن تعرضت يعني. لا هو في يعني عندنا بس الآن ما تطلع عشان ما في يعني نوع من الإحساسية. وكان جمعتنا مع جماعة آخرين تعرضوا لمعركة ومعركة، فأنا كنت جاي ببركت القرآن برضو، يعني قالوا هذا فلان أخو فلان في المعركة، كان في المعركة. أنا كنت جاي طبعا لا أعرف شيء، لا كنت عندي حافظ القرآن جاي من مكان ومعروف كنت سن يعني 17-18 في نفس السن. فقالوا يعني هذا أخو فلان في سبب في المعركة، فلعلكم يعني تفوزوا به يعني تقتلونه. وفعلا فالله عز وجل سخر لي من جماعة آخرين يعني جماعة ثاني، فقالوا لا هذا صح، هذا الخطيب البلد وحافظ القرآن، لو تمسوه بسوء احنا نقوم نسوي لكم مشاكل. وفعلا اثنين كانوا موجودين غفر الله لهم ماتوا الآن. أي هم دافعوا عني، ولا كنت أنا ممكن أقتل يعني كان مرشح للقتل عشان كده دفنت. هو يعني ليس طلبا بقدر ما هو استفتاء قلبي أراه عند الإخوة نتيجته في أعينهم، يريدون أن نختم المجلس بمثل ما بدأنا به بتلاوة محققة ومجودة. تفضلتم شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الإخوة في ديوانية آيات ممثلة بمديرها الشيخ عبد الله السحيباني جزاه الله خيرا مقدم هذا اللقاء ومديره، أعدوا أسماء للقاءات القادمة من هيئة كبار العلماء ومن عدد من المقرئين الكبار من خارج المملكة. فالحقيقة نفرح أيضا بذكر بعض المقترحات من الأسماء وإرسالها عبر رسالة أو عبر الواتساب على جوال آيات، وكذلك أيضا من رغب إرسال الرسائل النصية التذكيرية الشهرية بمناشط آيات أو بالتذكير بمواعيد الديوانية فله ذلك على الرقم إن لم تخني الذاكرة 054-42-44-8 نلقاكم إن شاء الله على خير، وشكرا لفضيلة الشيخ أحمد، شكرا لأخينا الشيخ عبد الله السحيباني، وشكرا للإخوة جميعا ولمضيفنا في هذه الليلة الأستاذ عبد الرحمن بن سلمان الحلافي، كثر الله خيره وزاده والحضور وكل من استمع هذا الدعاء خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.